VIP سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه. كل اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على 3W.1 حياتي بوان فام. برنامج في اي بي سبور كالعادة يجيكم كل نهار سبت 8 متاع الليل، والحديث اليوم ان شاء الله باش يكون على رياضة الكاراتيه كوشيكي والتظاهرة اللي صارت في موسكو مؤخرا. باش تكون معنا اليوم رئيس الاتحاد التونسي للكاراتيه السيدة هاجر الرمضاني باش تحكي لنا على التضارب اكثر تفاصيل اللي صارت في موسكو اللي فيها كأس روسيا والبطولة المحترفة بمشاركة 600 مشارك من 12 دولة مختلفة. كالعادة في البرنامج باش ترافقني أمن أبو خيط في الإخراج التقني، سيف بولعرس في الإخراج الرقمي. قبل ما ندخل في التفاصيل مع رئيس الاتحاد التونسي للكاراتيه، موزيكا وراجعين للبلاتو. VIP سبورت انترفيو مع أهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة فيلم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام اللي عدلتوا الموجة على 93.3 VIP سبور. اليوم حلقة سبيسيال الألعاب الفردية رياضة الكاراتيه. معنا اليوم في الاستوديو رئيس الاتحاد التونسي للكاراتيه السيد هجر الرمضاني. مرحبا بك هجر. مرحبا بك، على السلامة وشكرا على الاستضافة. في البداية مبروك عليك التتويج بالميداليات اللي قاعدين نشاهدوا فيها تو في التظاهرة الأخيرة في روسيا. شكرا، الله يبارك فيك، يعيشك. باهي هجر، أكيد الناس الكل تعرفك رئيس الاتحاد التونسي للكاراتيه، وكذلك قبل بطلة سابقة، بطلة العالم في الكاراتيه، كذلك تنشط في التحكيم والتتويج متاعك، توجت كأفضل حكمة دولية، كذلك تحصلت على ميداليات في التظاهرة الأخيرة. قبل ما نبدأ وندخل في التفاصيل في التظاهرة ونتعمقوا أكثر، كيفاش كانت هالتحضيرات متاعكم؟ كيفاش كانت الفكرة باش مشيتوا وشاركتوا في روسيا؟ احنا الحق المشاركة متاع روسيا في بنا بها من اول الموسم الرياضي وحطينا الروزنامة متاعنا. التحضيرات كانت تحضيرات كبيرة، لانه جينا خبير دولي قبل المشية بشهرين، جاي هو اللي اشرف على تحضير الوفد التونسي المشارك في موسكو. اخترنا عناصر الوفد من الولايات تقريبا كل، عملنا سلسلة تربصات من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، اخترنا فيهم العبيد اللي باش تشارك. للأمانة هما احنا اخترنا 17 مشارك، ولكن اللي شاركوا معناتها فعليا ثلاثة برك، لأسباب مادية، لأنه ميزانية معناتها ما كانت أقل من أنه نجم نهزوا العبيد هذوما الكل. وكا بالنسبة لل أكيد شاركتوا قبل في عدة تظاهرات وتحصلتوا على ميداليات، قبل ما ندخلوا في التظاهرة اللي مشيتوا لروسيا أكيد فما قبل عملتوا تربصة برامو في قروان ورسكر للحكام أيضا. فعلا عملنا عملنا في اوتو، عملنا زادة في نوفمبر جوست قبل المشية، في اخر نوفمبر عملناه تربص رسكالة المدربين والحكام، تم في دار الشباب النموذجية بالقيروان. الحقيقة كان تربص هايل برشا، هو تربص وطني في بالاساس، ما جاو من الولايات الكل، جاو الولايات القيروان، لاني في النهاية القيروان هي مهد انتشار الكوشيكي في تونس الكل. معناتها اول ابطال كانوا في الرياضة هذه، نحكي على المستوى الدولي خاصة، كانوا اصيلي ولاية القيروان. القيروان وكانت ناجحة أكيد المشاركة حسب ما شفت. الحمد لله الحمد لله. بالنسبة لكاس شجون كان عندنا نزار الشيخ إبراهيم ميدالية فضية مرتبة ثانية، و فخري زكري مرتبة ثالثة. بالنسبة للبطولة المحترفة وكاس روسيا، خذيت أنا ميدالية برونزية فردي وميدالية برونزية باريكيب. اللي هو باش نبداو قبل ما ندخلوا في البطولة المحترفة، نبداو بكأس روسيا. قبل ما نبداو في كأس روسيا، كيفاش كانت التحضيرات نتاعكم؟ كيفاش يعني في اخر لحظه باش مشيتوا لروسيا؟ اكيد فما تفاصيل برشا ما يعرفوهاش وبرشا صعوبات مريتوا بها. برشا اكثر من اللي تتخيل، لانه هي احنا مشينا لموسكو برشا مرات قبل، ومشينا لافريك ومشينا لبرشا دول لبرا. كانت هذه اول تظاهره خارج تونس بعد الكورونا. فالتحضيرات حتى لي بروسيدور نتاع الفيزا كانوا ياسر صعاب، لدرجه انه ما قدمناش في فيزا عاديه، عملنا فيزا اكسبريس. وعلى فكره الفيزا خديناها نهار اللي مسافرين.
منتهى الجري والهيت اعرف انت الاخر لحظه والاجراءات الكل هاني قلت لك كل شيء كان صعيب حتى التذاكر ولاو اغلى بعد الكورونا. ان شاء الله ربي يبعد علينا الوباء هذا وان شاء الله ربي يقدر الخير. هو قداش المشارك مشيتوا من تونس؟ شنو قداش من مشارك؟ قداش من لاعب خاصة اللي متابعينك انت في الاتحاد وفي الجماعي؟ اللي مشاو ثلاثة انا ونزار الشيخ ابراهيم وفخري زكري. انا قلت لك كان المفروض انه يمشيو 17 ولكن ما نجموش. شنو الاسباب؟ اسباب مادية. ما فماش شكون معناها يكفل الصلات معاهم تكونش؟ رانا هزيناهم صدقني في الفترة هذيك فماش كلمنا لي سبونسور الوزارة معناتها ما فماش باب الا ودقيناه ولكن هذاك هو يقول لك انتم ما تلقاوش حلول بما انكم لقينا حلول ولكن الحلول اللي لقيناها معناتها هاني قلت لك ما تنسيش اللي مثلا المشيه نتاع الموسكو قبل كانت ارفق برشا كانت تقريبا في ثلث او ربع المعلومه نتاع المشاركه نتاع المره هذه معناتها دفعنا معناتها مبالغ كبيره كل واحد فهمت. ما تعملوش هجر اتفاقيات حتى مع وكالات الاسفار نعرفوا برشا يتعاملوا مع وكالات الاسفار باش تعمل معاهم اتفاقيه باش ينقصوا لك نسبه صغيره اما مش بشي لدرجة انه مثلا خاطر هني قلت لك البيت وصل احنا قبل كنا ناخذوها حتى ب 600 تو وصلت لزوز ملايين وانت طالع فهمت فشكون وكاله الاسفار اللي باش تدفع لك مبالغ كيف هكاك عند الوصول غادي المطار روسيا شكون اللي استقبلكم غادي في المطار؟ استقبلنا رئيس الجامعه العالميه واستقبلونا معناتها المساعدين نتاعو هزونا للوتيل غادي باش ارتحنا الحقيقه غادي كانت الظروف خير برشا من اللي في تونس. غادي تصور انت لما حالة بعد البطوله خاصه استقبلنا السفير نتاع تونس واستقبلنا رئيس محافظه نتاع باسماني استقبلنا عضو مجلس نواب غادي معناتها فما برشا عبيد اللي معناتها استقبلتنا وفرحت بينا والنتائج بطبيعه كانت مشرفه. انت تعرف اللي المشاركه راك تنجم تشارك وما تروح بحتى شيء في ما غيان غارونتي ولكن الحمد لله انه كلنا روحنا متوجين. السفير استقبلكم غادي سفير تونس؟ احنا في كل مره نمشيو السفير يستقبلنا حاجه باهيه برشا. ما تنساش اللي احنا رانا نمثلوا وجه البلاد وخاصه انه احنا نمثلوا احسن صوره للرياضيين في البلاد هذيك. فينالمون كي تجي تشوف راهي الرياضات الفرديه قاعده هي اللي ترفع في علم تونس اكثر حتى من الرياضات الجماعيه. واحنا مشينا خاصه معناتها الموسكو خاطر فما بلدان اللي هما الاقطاب نتاع الرياضه هذه مثلا تقول اليابان تقول موسكو تقول كندا هذوما اكبر بلدان فيهم الكوشيكي. بالنسبه لي لهم احنا وين ما نجيو نحقوا معناتها نتائج باهيه فعلاش ما يستقبلناش معناتها وعلاش ما هو السؤال مش نطرحه هاجر. انتم مشيتوا شاركتوا خلينا نبداو بالبطوله كاس روسيا حتى اللي يسمع يقول كاس روسيا متابعه روسيا التوانسه التوانسه ايش مدخلهم باش يشاركوا في كاس روسيا؟ شوف هي كاس روسيا المفتوحه معناتها الجنسيات الكل ديجا فيها 12 دوله مشاركه معناتها مش روسيا فقط. كما احنا مثلا في مارس ان شاء الله باش نعملوا البطوله العربيه المفتوحه، البطوله العربيه المفتوحه باش يجيو زاد يشاركوا معنا عبيد من روسيا من كندا من الافريك اللي مشينا لهم فهمت. البطولات المفتوحه عندك حق عندهم حق يشاركوا. انت قلت بطوله عربيه مفتوحه يعني نورمالمون كي يسمع واحد بطوله عربيه يكونوا يعني بلدان عربيه. بطوله عربيه هذيك اما كي تحط البطوله العربيه المفتوحه تولي عندك الحق يشاركوا فيها. يعني هي تصنيفها عباره دوره او بطوله دوليه. كان حاضر غادي موجود البطل العالمي اكيد معروف الروسي اكيد جاي لتونس لهنا وكنت حاضر انا فيها وقت الدوره في جربة تصفيه روسيا اكيد كان موجود معك مستقبلكم وفرح بكم. اي برشا والله كانوا برشا ابطال عالم غادي يشاركوا لانه هاني قلت لك نيفو كان طالع معناتها فما تقريبا ثلاثه ولا اربعه ابطال عالم اللي كانوا مشاركين هما بيدهم في البطوله. وهاني قلت لك تلعبت هي اصلا تلعبت في الملعب الاولمبي زنامينسكي براذرز. الجنسيات اللي يشاركوا في روسيا البلدان
من الجنسيه يعني فما الجزائر فما تونس الجزائر لا فما فما تونس فما الامارات فما فرنسا زاد شاركت فما روسيا فما برشا فما برشا دول ديجا في الفيديو نتاع السيريموني نتاع الافتتاح ديجا البلدان المشاركه وكل واحد الممثل نتاعها والعلم فهمت عدد المشاركين قد ايه 600 او اكثر 600 مشارك يعني من 12 دوله كما قلت انت من 12 دوله وانت ابارامون دخلت كلاعبه ملول شاركت ونعرفوك اللي انت كانت عندك اصابة على مستوى الظهر عملت عمليه ما يعني نورمالمون انت خاطرت بروحك انا راني ما كنتش باش نلعب اصلا كنت ماشيه باش نحكم هاو ما انت باعتباري حكم دولي باش نمشي نحكم فقط ولكن احنا هاني قلت لك مشينا ثلاثه من الناس وديما الاخر لحظه الربح مش مضمون فبالنسبه لي كنت خليني نجرب بازيد ميداليه لعل صحيح فيها ريسك ولكن ما مانيش نادمه ما انت يرجع فيا الوقت نعاود نفس ال ما اثرش عليك في ال اي اثر عليا خاطر بعد البطوله قعدت نهارين راني يعني فاش ما قمتش يعني فما متابعه حتى بعد اكيد متابعه صحيه نورمال ما يكون من المفروض خاطر ما كانتش فما متابعه صحيه لانه هما الطاقم الطبي الموجود غادي هو رفض اصلا اني نشارك وانا اللي عرفت الحي ولح اصرارا فقالوا لي وقت اذا بتشارك صحح وتحمل مسؤوليتك فصححت وتحملت مسؤوليتي وربما هاي كانت اما كي روحت ديريكت لطبيبتي معناتها روحت توا الحمد لله نحيت الغرز وكل ما شيء معناتها حتى وضعيتي الصحيه استقرت ولكن في وقتها تعبت كيفاش كانت الاجواء غادي في روسيا خاصه نعرفوا في ديسمبر اجواء بارده برشا كيفاش تاقلمت في ساعه 20 تحت الصفر ما تاقلمتش قاعده راكشة في الاوتيل ما خرجتش وفي المقابلات كيفاش الاجواء لا في الملعب الداخل كانت سخونه ما معناتها ما هما رم في 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 ما انت في 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 الملاعب في لي زوتيل في بارتو راهي سخونه كان في الشارع برا بارده فهمت اكيد ربما انت المنافسين نتاعك من الجنسيه قابلتهم باش تحصلت على الميداليه البرونزيه برشا انا الميزان نتاعي كان فيها 12 لعبت المقابله الاولى ترشحنا 6 من بعد هذوك ما زدنا صفينا ترشحنا 3 ومن بعد ما كملتش بالنسبه للفردي خليت السوز الاخرين يتنافسوا على المركز الاول والثاني بالنسبه لي ضمنت ميداليه وكاو البرونزي واكيد حصلت على ميداليه اخرى الميداليه الاخرى جماعي لعبنا فريق عربي واحده من الامارات والاخرى مصريه اما زوز جنسيه زاد روسيه اما لعبوا باسم الفريق العربي فهمت خذينا من المركز الثالث المركز الاول كان لليابان المركز الثاني كان لروسيا والمركز الثالث كان للفريق العربي كيما قاعدين نشاهدوا في الصور نتاعك يعني استقبال رائع اكيد تحصلت على وسام الوسام الذهبي شنو الوسام الذهبي خاص بشنو هو الوسام الذهبي هذاك اعطاهولي رئيس محافظه بسماني ومعاه اللي معاه هذاك عضو في مجلس النواب اللي من هنا اللي لبس الازرق هي الفازه ديجا كانت من كيفاش رئيس الاتحاد انا راني منصه شرفيه ما قربت لهيش وما طلعت لهيش وما هما على اساس يستناو في رئيس الاتحاد التونسي الكوشيكي باش تطلع تقعد غادي بالكوستيم والرؤساء الكل يا اخي تفاجئوا يلقوني نحكم عدوها ما عندوهاش حكم دوليا يا برا ميساج هاكا برستيج فجاه لقوني نحيت الحكمه وهبطت نلعب معناتها فتلمو عجبتهم الفازه وخاصه انه افضل حكم دولي في البطوله هذيك فرئيس محافظه قال لهم شكوني هذيك وجيبوا هذي بعد نهارين كي كلموني قلت لهم راني تعبه شويه بعد نهارين مشيت مشيت واستقبلوني غادي في المحافظه حاجه باهيه بالحق تحيه لهم خاصه انهم في البلدان نتاعهم يقدروا اكثر يعني الاجانب خاصه الضيوف نتاعهم هما شفنا في بعض التظاهرات انه التنظيم نتاعهم يكون تنظيم محكم سواء على مستوى التحكيم على مستوى البنيه التحتيه ليزوتيل كل شيء يعني يوفروه كل شيء يقراوا له حساب وكل شيء يعملوه بالكدا ما عندهمش بالحق ما عندهمش التبربيز بالكل معناتها ريت وقت اللي تمشي انت بيدك تشارك انت بيدك وقت اللي تجي تعمل في تظاهره تقول انا مادام مش نستدعاهم للتظاهره الجايه خاصه كي تبدا تحكي على المستوى الدولي لازمني نكون في نفس المستوى فهمت تتعلم منهم ليزاسيوس كيفاش التنظيم كيفاش تتعلم منهم برشا حاجات واضح هذا الجزء الاولى حكينا على كاس روسيا ان شاء الله في الجزء الثاني وعملنا حتى بعد البطوله عملنا معسكر تدريبي بون
اما عملنا معسكر هذا الجزء الاول تو نحكيو بعد ان شاء الله في الجزء الثاني على البطوله المحترفه ونرجع يعني على الهوامش الكل اللي تعديتوا بها غادي في روسيا. قبل هذا نمشيو الفصل الغنائي ثم نرجع البلاتو في اي بي سبورت انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه الفن. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام اللي عدلوا الموجة وخلطوا علينا نهار 93 الحياة فام كما كنا نحكيه في الجزء الأول على الكأس روسيا والرئيس الاتحاد التونسي للكاراتيه هجر الرمضاني اللي شاركت ورفعت الدرابو بتاع تونس سواء كلعبة أو كذلك حكمة دولية وتحصلك على الجواز كما قاعدين شادوا هذا كأس كأحسن حكمة دولية. حكينا شوي على الكأس هذي مش كيما بقية الكؤوس متاع تونس عندهم رونق آخر وخاصة في روسيا فيهم شعار العلم متاعهم متاع روسيا. هو الحقيقة الأمانة أنا صحيحة خديت قبل في 2020 خديت كأس أفضل حكم إفريقي في كأس إفريقيا اللي تلعب في باماكو أما باللي هو في كأس إفريقيا كانوا فما 6 حكام دوليين برك في البطولة هذي كانوا فما 100 وللأمانة معناتها ربحي للكيس كان بمحض الصدفة. هما قبل بنهار عملوا سيمينار اللي هو يتعمل ديما معناتها في أي بطولة دولية قبل بنهار يعطيوا القانون الداخلي متاع البطولة هذيك وشنو اللي باش يزيدوا وشنو اللي باش ينقصوا. احنا بحكم أن خلطنا مؤخر خلطنا قبل البطولة بنهار فما حضرتش أنا للسيمينار. في سيمينار اتفقوا انه اللي يشد حكم زاويه ما يشدش سنترال ما يشدش اربيت تاب واتفقوا زاد انه كل حكم يحكم ساعه ونص ويرتاح ساعه ونص لانه العدد كان كبير تاع الحكام. كم ما حضرتش انا على هذاك الكل فدخلت بالعقليه نتاع التحكيم اللي تعلمناها وكل انه من الصباح للطياح فهمت. كنت مستغربه من رئيس لجنه التحكيم اللي كل ساعه ساعه ونص يجيني يقول لي ارتاح ولي سافا مرتاحه. هو مستغرب اللي انا قاعده شاده تحكيم ونحكم في معناتها وانا مستغربه شبيه معناتها يقول لي ارتاح. الحكام الكل قاعدين ياخذوا في ديبوز معناتها فيهم حتى شكون خدم ساعه وروح وفيهم اللي ساعه ونص وكلهم خذوا بوز الا انا من الصباح حتىكش النص الليل وانا نحكم ما خرجت كان وقت اللي لعبت ورجعت كهو. وكان كل مشوار يجيني رئيس لجنة التحكيم وانا الحق حتى في التصاور وين نحكم كنت ياسر متقلقة قلت اسو بوان معناتها انا ما عجبتوش باش كل دقيقة يجيني يقول لي ارتاح وهي الحكاية مش هكاكا جملة فهمت. فوقت اللي جاوا يوزعوا في الجوائز وكل قالوا احسن حكمة قال لهم معناتها عمري ما ريت عبد يقرقوا به بالطريقة ذي متاع ارتاح وهو ما ارتاحش. قال لهم وراي شدت لنا هي معناتها حكم وسط وراي شدت وراي فلا فلا وكان باجماع الحكام الكل معناتها انه ياسر معناتها مثاليه اكثر من الطاقه ما تنجمش تكون عاديه. راني لا مشيت لا وقفت لا فطرت لا شربت لا خرجت ما عملت حتى شيء قاعده نحكم معناتها بقلب ورب. ومستغربه انهم ما عطونيش بوز بتاع الفطور كما العاده ولكن قلت هذيك هي الظروف لازمني معناتها نثبت روحي وكهو فهمت نهار ويتعدى. هيك هو فلا هذه كيفاش جات الكيس وما حتى في التطبيق البروتوكول الصحي تطبيق صار مجدد أيه. شفنا يعني الصور والفيديو بتاع التظاهره يطبقوا كل شيء يعني فوق ما تتخيل راهو كل دقيقه التعقيم نتاع القاعه العبيد اللي تحقم وال معناتها الصحه حتى هما حتى ريت الكونترول غادي عندهم كل دقيقه راهو من القاعة بيدها فهمت. الحقيقة منظمين برشا برشا والحاجة الباهية أنه ديما التوانسة كل ما يمشيوا في تظاهرات كبرى لا ويشرفوا العالم التونسي الحمد لله الحمد لله هذيك أكثر حاجة باهية وهذيك اللي خليت السفير يستقبلنا وهذيك اللي خليت معناتها نخليو في كل مرة نخليو أولا ساعة احنا اللي يمشيو لأي دولة مش روسيا برك ديما بعد سيليكسيون معناتها اصلا اللاعبين اللي يمشيو اللي هما لي بلو ديسيبليني واللي هما لي بلو تكنيسيان فهمت. كهو الحمد لله وفي البطوله لله. المحترفه هاجر عدد المشاركين 30 وزوز دول ابارامون يعني مش برشا في البطوله المحترفه
اللي هي شوغون كاب كهوكا، وكل بطولة عندها خصائصها. والقواعد اللعبة خاصة غادي في روسيا، هل أنه القانون كما في تونس هنا اللعبة المدة نتاعها قداش تدوم؟ بالضبط كما في تونس بالضبط، كما في تونس بالضبط، هو القانون الدولي راهو البطولة الدولية نتاع الكوشيكي كسوة تلعب في تونس في أي بلاد أخرى راهو يبقى القانون هو بيدو. ساعات تصير دي زيكسيبسيون كلي يغيروا جزء بسيط، يعملوا سيمينار قبل البطولة معناتها ويعلموا على التغييرات اللي باش يعملوها. صارت أخطاء غادي ولا تنظيمية وتحكيمية خلينا نقولوا؟ لا لا، نظمين نظمين فوق ما تتخيل. قلت لك معناتها هما أصلا حطوا كل حكم يحكم ساعة ونص برك باش ما يتعبش، احنا الحكام اللي عندنا تقام الصباح والطيح، فهمت؟ باش يبعدوا على اي مجال للخطا، باش كل حكم يبدا مرتاح، يبدا معناتها يخدم وهو اتيت بوزي، فهمت كيفاش؟ فالظروف الكل كانت ياسر باهيه للحكام للمنظمين. لجنه التنظيم كي نقول لك يكون 200 رقبه معناتها اللي ينظموا واللي يعقموا واللي لاهين بال معناتها يناديوا على الاشخاص اللي باش يلعبوا. حاجه اخرى وفروا لكم غادي حتى الفضاءات نتاع التدريبات نتاعكم باش تحضروا قبل؟ لا قبل لا، احنا خلطنا رانا في انا قلت لك قبل بنهار خلطنا، اما بعدها عملنا معسكر تدريبي الحقيقه كان به برشا وكان فيه برشا زاد عبيد وكهو حاجه. باش نحكيو على نزار شيخ ابراهيم اللي تحصل على الميداليه الفضيه وفخري زكري ميداليه البرونزيه، اكيد هما مشاو معاك ويمثلوا تونس. كيفاش نورمالمون باش تعرفنا نزار اكيد من تونس لكن مش من ولايه القيروان؟ لا من جربه، من جربة ولايه مدنين. ديجا هو لعب بطولات معناتها على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد الدولي في تونس في جربه لعب وخذي وقتها دوزيام بلاس. بون اول مشاركه ليه لبرا ولكن في تونس لعب بالكدي برشا مرات، فهمت؟ وديجا هو نزار شيخ ابراهيم صاحب الرقم القياسي العالمي حتى في تكسير الرخام، راه يكسر الرخام ومقدم في جينيس ان شاء الله بالسنه باش معناتها باش يعمل ريكور جينيس ان شاء الله ربي يسهلو. كيف فخري زكري شارك في بطولات وطنيه ودوليه قبل ما يشارك، وزوز اول مره يشارك البارح. حاجه بها برشا، اول مره واحد يتحصل على الميداليه الفضيه والاخر الميداليه البرونزيه، شرف اكيد انجاز وشرف للعلم التونسي. هاجر، لانه في المستقبل القريب عندكم يعني بعض التظاهرات، خلينا نقول انت قلت بطوله العربيه المفتوحه رسميه مزن، يعني في المستقبل فما تنظيم تاع تظاهره، هل انه يعني بديتوا تحضروا لها من توا امور تنظيميه؟ احنا بدينا نحضروا لها من اول الموسم مش من توا، وديجا كانت عندنا بطوله الوطنيه بطوله تونس صحيح نهار 16 حضرنا لها كل شيء معناتها قبل بثلاثه اربع ايام، معناتها على غالب معناتها قرار نتاع وزاره الصحه ونتاع اللجنه العلميه اللي ما نجمو كان نحترموه معناتها في النهايه، فاضطرينا ناجلوا جمعتين ان شاء الله ما يزيدوش ياجلونا برشا خاطر معناتها كمان معناتها التحضيرات والعبيد وتفهم. هو الحاجه الباهية بما انك انت رئيس الاتحاد التونسي خذيت فكره على تنظيم في روسيا، علاش ليه في تونس ما نراوش تنظيم محكم؟ علاش ديما كل مره نجيو نحبوا تظاهره باهيه باش تتعمل في تونس، علاش ديما اللي يجيو الوفود اللي تجي من برا ديما يلاحظوا علينا وديما الحاجات السلبيه نلقاوها كان في تونس، علاش ما نكونوش نحن المثل زاد نقدموا؟ بالعكس بالنسبه للكوشيكي ما نعرفش في الرياضات الفرديه الاخرين، اما بالنسبه خاصه للكوشيكي ديما وين يجيو ياخذوا انطباع باهي، وذاك علاش انا ديجا كي عملت المطلب نتاع البطوله العربيه المفتوحه عملتها للجامعه العالميه اللي هي في اليابان بعد استشاره الممثلين نتاع البلدان نتاع العالم الكل وافقوا مباشره على تونس. تونس رانا نظمنا في بالنسبه للتظاهرات الدوليه عملنا 7 بطولات دوليه في تونس، صحيح الاولى والثانيه يمكن ما كانوش كلي ما هو الواحد يتعلم من بعد كلهم تعداو باهين، والاقوى من كيكا في اول بريود الكورونا تونس هي الدوله الوحيده اللي عملت لي شامبيونات اون لين.
وما تنساش هاجر انك باش تنظم البطوله العربيه المفتوحه. الظروف الصعيبه، الكوفيد موجود، انه فما بلدان اجنبيه مش تكون متواجده في تونس، اكيد فما اجراءات صارمه بالنسبه للوافدين لتونس. هذا الكل عملتوا استراتيجيه، حضرت رواحكم للامور هذه؟ ديجا احنا حضرنا، ريت بالنسبه للبطوله العربيه المفتوحه ديجا هبطنا الموازين، البروتوكول، شنو اللي باش يتعمل، حتى العباد اللي باش يجيو بعثنا لهم لي انفيتاسيون اوفيسييل ومعناتها ريزيرفينا لهم وكل شيء، معناتها خاطر ما تنجمش تخلي كل، خاصه في التعامل مع الاجانب راهي سمعه الدوله كامله على المحك، ما انت ما تنجمش تستدعى عبد. وبالعكس احنا ريت في كل مره نستدعاو، نحكي خلينا نعطيو مثال، مثال روسيا، اول ما شاركوا بواحد برك، البطوله اللي بعدها شاركوا بثلاثه، البطوله اللي بعدها شاركوا بعشره، وفي كل مره قاعد العدد يزيد. هذا مثال معناتها على دوله، وهذا المطلوب انه كل دوله تشارك تلمو، معناتها تاخذ انطباع باهي والمشاركه تكون باهيه، هي بيدها تولي تعمل في بيبليستي لتونس. حضرتوا ملف كامل سبونسور كذا باش تعاونكم هاريخ؟ ديجا قاعدين بادين نخدموا على سبونسور، خاطر باش تقول لي وزاره وكذا الموضوع ما نحبش نتطرق له برشا. ومش كان انتم هاجر، حتى الرياضات الجماعيه كره القدم الكل، حتى برشا جمعيات على الناس الكل، دونك احنا مانيش باش نقعدوا لازم نتعاملوا للاشخاص. فوالا بالضبط هذا هو اللي قاعد صار. واكيد انت رئيس الاتحاد اكيد عندك منخرطين معاك، فما عباد معاك في التسويق والاشهار ينجموا حتى هما يعاونوك حتى باش تدخلوا مدخول. ديجا كلهم بداوا، ديجا كلهم بداوا في الخدمه نتاع البطوله هذه. انا قلت لك انا راني ما نخليش بطوله للدقيقه 90، وما نحبش الصدف وما نحبش المفاجآت، خاصة كي تبدا هاني قلت لك فينالمون في وجه البلاد. هذيك الحاجة الباهية، لازم واحد يستبق الأمور، نعرف الظروف الصعيبة، لازم كل شيء نقراو له حساب. بالتظاهرة هذه أنت قداش من واحد باش يشارك فيها؟ بالنسبة ليك أنت لجماعتك أنت. تحكي على العربية ولا الوطنية؟ أعطينا العربية بعد نمشيو للوطنية، خاطر أنت حضرت العربية. العربية عندي تقريبا في زون تاع 200، أما ينجموا ينقصوا، خاطر فما سيليكسيون باش تتعمل في البطولة الوطنية. فهمت. خاطر ما ينجمش واحد مثلا يلعب بطولة وطنية وتكون المستوى بتاعه ضعيف جدا ويشارك في البطولة العربية. على على انا اساس انت تنجم، يعني نقولوا نحن تختار اللي باش يشاركوا في البطوله العربيه، البطوله التونسيه، اكيد فما منهم شكون باش ينقص باش يشارك في البطوله العربيه، اكيد فما مقياس. يعني شنو المقاييس اللي انت تضبطها باش الشخص هذاك يكون متواجد في البطوله العربيه المفتوحه؟ هما اللي باش يلعبوا في البطوله الوطنيه ديجا ساعه المرتبه الاولى والثانيه والثالثه اوتوماتيكمون باش يترشحوا للبطوله العربيه. واضح. باهي، فما عبيد اللي تلقاه مثلا مرتبه رابعه او خامسه، اما تلقاه تكنيسيان، تلقاه خدام ما يكسرش، ديسيبليني لهنا هنا تتلم، معناتها كيما نقولوا لجنه التنظيم والناس الحاضرين وكله بالاجماع اسكو يشارك ولا ما يشاركش. معناها انت توا الحاضرين هذا اللي في مخك، انت فما بعض اللاعبين حاضرين اليوم باش يشاركوا في البطوله العربيه، اكيد اول والثاني والثالث. خاصه عندي هاني قلت لك انا على حتى على المستوى الدولي كسوسوا في تونس عندي برشا اللي لاعبين دولي، وحتى البرا عندي برشا. ما هو علاش هاجر؟ خاطر اذا كان انت عندك في مخك شكونهم اللي باش يمثلوك في البطوله العربيه اكيد باش تخدم عليهم انت، مش نجيو نستناو البطوله العربيه باش من بعد باش ينجم يشارك في ال. لا لا لا، فما عباد حاضرين. واضح. هذوك اللي حاضرين هاني قلت لك للبطوله، ريت احنا حتى في السيليكسيون تاع اللي عملناه في نوفمبر ديجا وقت اللي حضر فيه جيان مصطفى سعدودي اللي هو ممثل افريقيا لدى الجامعه العالميه واللي هو اكسبير انترناسيونال معروف برشا. دونك في هذوكم بيدهم ديجا اخترنا مجموعه، وتجي البطوله العربيه نزيدوا نعملوا سيليكسيون اخرى، وهنا نقرروا شكون اللي باش يلعب، خاطر فما شروط. انا قلت لك والتربص نتاعكم اكيد فما تربصات. عندنا سلسله نتاع تربصات، ان شاء الله توا الساعه كان خليتنا الكورونا، عندنا سلسله نتاع تربصات من في جانفي وحتى في فيفري. بون للامانه فما تربصات باش نضطروا ان نعملوها اونلاين، وممكن نعملوا حتى بطوله وطنيه اونلاين اذا مثلا الوضع ما استقرش بالقدا ولا. واضح. به شنو الحاجات الجديدة صلب الاتحاد التونسي الكاراتيه؟ أكيد فما حاجات جديدة شفناها، برشا تغييرات وبرشا تغييرات. فعلا برشا تغييرات، فما برشا عباد دخلوا،
فما دي كونفونسيون جدد عملناهم مع منظمات كبيره بون ما نجمش نقول عليها انا توا حتى لين نكملوا نصححوها الكونفونسيون. هاني قلت لك العبيد والافكتيف قاعد يكبر بطريقه باهيه، عندنا حكام دوليين قاعدين ياثروا في الحكام المتربصين والوطنيين اونتروتون، تحيه للرئيس لجنه التحكيم اللي هو سي بلال جوادي حكم دولي ومن اقدم الناس اللي عملت كوشيكي في تونس. فوالا قاعدين نعملوا ديجا، هو البيريود هذي قاعد ان كونتاكت بيا باش نعملوا جونر مانويل داربيتراج كامل باللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه، وباش يكون اول مانويل داربيتراج بثلاثه لغات في العالم. وتو اكيد خلينا نقولوا انه الفضاءات اللي تتدربوا فيها ما عندكمش فضاء قار اكيد. عندنا برشا فضاءات في تونس الكل. نحكي انتوما تو في الجمعية بتاعكم لهنا ما عندكمش فضاء قار ديما معناتها تستغلوه، تلقاو برشا صعوبات. الصعوبات موجودة باغتو، أما يفو سادابتي وكاهو. وتوا باعتبار البلاغ والوزارة أنه الكوفيد عندكم أسبوع ظهر اللي قسيتوا على التدريبات. عندنا مدة أكثر من أسبوع ملي قسينا على التدريبات، وإن شاء الله ديسي الجمعة الجاية تتحل، ما نعرفوش شنو اللي باش يصير. انطلاقا من اللي باش يصير او من القرارات المعلن عنها من طرف وزاره الصحه، احنا نبدو ديسيدي ديجا حطينا بلان ا بلان بي، اذا استمر معناتها الوضع شنو لازمنا نعملو، واذا ما استمرش شنو لازم نعملو. دايوغ غدوه ان شاء الله عندنا اجتماع بالمنسقين والحكام والمدربين الكل نتاع الكوشيكي في تونس الكل، باش نتناقشوا الوضع معناتها الوضعيه الجديده شنو لازمنا نعملوا، لي بلان شنو هاو حطوا في بالكم راهو اما او فوالا. واكيد الاجتماعات نتاعكم تكون عبر تطبيق زوم اللي قاعدين عن بعد وتتواصلوا مع بعضكم. اسهل بلو براتيك، وهكا كل واحد في داره ونضمن انه الناس الكل حضروا واحترام البروتوكول الصحي. وحتى الدورات التكوينيه شفناكم عن بعد تقوموا بها. ايه عملنا برشا دورات تكوينيه عن بعد. في الختام على شكون تحب تسلم وشنو الميساج تحب توصله؟ نحب نسلم على الناس الكل اللي شجعتنا اللي وقفت معنا. نتمنى لك النجاح والتوفيق هجر رمضاني. شكر خاص لأمن بوخيت في الإخراج التقني، كذلك شكر خاص لأحمد المخلوفي اللي مررنا الصور، عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. انترفيو مع أهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة تفهم.